شو كيس برنامج عالمي بيديره شاب مصري مشرف رائد أعمال مصري نجح بره في أعمال كتيرة، لكن عمل الشوكيس الحقيقة لما اتكلم معنا خدت الموضوع دعم رائد أعمال مصري واعتبرته هو كمان مشروع قومي كالشخص، لكن هو متعاون مع مجموعة شراكات مصرية، هو بيجيب أفريقيا كلها في مصر اللاعبين الموهوبين اللي قابلين للتعاقد الخارجي، هو ليس الموهوب اللي ما تمرنش، هنا في فرق. بنجيب أندية كبيرة جدا كوكبة من الأندية الأسبانية، والأول مرة تاريخيا الكوكبة دي بيسافروا سوا ويروحوا مكان تاني، والمكان دوت هو مصر اللي بتحتضن الشوكيس أفريقيا والشرق الأوسط، وزائد الأندية الأسبانية وكلاء لاعبين وكشفين على مستوى عالي على رأسهم جون فيولا وكيل اللاعبين العالمي، وكلهم بنجيب بقى اللاعبين أو من يوم 7 ليوم 13 حوالي 300-400 لاعب بيشتركوا، الأندية بتقيمهم، يوم 13 بيعلن عن 60 لاعب هيكملوا معنا المشوار. الستين لاعب دول بيجي يوم 17 كل نادي بيطلع على المسرح في العاصمة الإدارية الجديدة بيختار على الأقل لاعب واحد للسفر لأسبانيا. My next plan obviously is the هيدور على المواهب عشان يقدر يكتشف الموهبة اللي جاية زي محمد صلاح، يوسع قاعدة اللاعبين المحترفين اللي نقدر نسمح لهم انهم يطلعوا بره. فانت ما عندك الموهبة اساسا، واللي شوكيس بتعمله انها بتظهر الموهبة دي عشان نقدر نفتح طريق ان الناس تطلع بره تحترف. احنا شفنا انه في فرصه للاعيبه المصريين كمواهب كتيره موجوده في مصر، انما المشكله الاساسيه اللي عندك اللي بتواجه في مصر دايما ان اللعيبه دي ما بتلاقيش طريق تطلع بيه. فلما شفنا ان الشوكيس كمشروع وبروجكت بيقدر يقدم الطريق ده وانه يسهله بخلال حاجه جديده، ان انت بدل ما بتطلع بره تدور على النوادي عشان تشوف ايه اللي ينفعك، لا احنا جبنا النوادي دي مصر برؤساء كشافينها بقطاعات الناشئين بتوعها عشان يقدروا يختاروا اللعيبه هنا قدامك بدل ما تطلع بره ما تعرفش تعمل القصه دي خالص.